وكيل المهنيف قال لي نهزوا هاد الحوايج دابا ما يبقاوش ما هنا ساعتين كيهزوا هاد الناس كيهزوا لنا كنهزوا حوايجنا غنلوحهم في الزرقاء. لا رجع 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 خيرك سابق خليني شوف والله ما نحبهم يتلاحوا لك انا والله كنشوفك عاد شكون كنشوفك المخلصين ديال العمل عاد كفوه ساكن انا من 99 الوالد عطاوه الاستفاده ديالو انا في جنب بابي وحدي فهمتيني عندي ثلاثه الوليدات عندي كارت الزواج مسائل مزيانه الحاله المدنيه كل شيء واليوم الصباح جا قال لك ريبت انا طلب الاستفاده ديالي بحالي بحال الناس اللي استافدوا عرس الحاج بوار كاملين جيت الغفران روضه الغفران حيت ما شاريش انا اصلا ما شاريش الملك عندنا التيتر ساكنين في كاريان وهذا الشيء لا كان واحد باغي ينتحر وما طلع في البوطو ديال الضو الفوق وما طلعوا لي هبطوه البوليس الصباح جاوا لينا قال لك غادي تريبوا حنايا ما بغيناش نريبوا علاش حيت حقنا ما خديناش ما وصلناش الحق ديالنا مني ما وصلناش حقنا ما بغينا جاوا شدونا بغاو ينطونا بغاو يديونا قالنا غنريبوا لكم صحه صافي غتخرجوا بحالاتكم دابا حنا حقنا ما واخدينوش ونايضين غاديين بحالاتنا وحقنا راه ما وصلنا جاوا الناس جاوا يلا جاوا كاين اللي سكن ريبوا هاد البراكه ديال هاد الناس هادو ثلاثه البيبان عندهم عطاو غير لمهم بوحدها وخوته كبار انا مع والديا ساكن مع والديا ما عطاونيش الحق ديالي الدراري كاملين استافدوا كاين اللي جا غير مؤخرا شرا كابينه المخزن هو اللي تيبيع استافد مشى حنا ساكنين هنا با كبر هنا تزاد هنا انا كبرت هنا تزاديت هنا الحق ديالي كاع ما وصلني كاع دابا حنا راه ريبنا وغادي نمشيو بلا هكا كنطلبوا من سيدنا يوصل لنا حق ديالنا حنا عارفين سيدنا عاطي الناس الحقوق ديالهم ولكن الناس اللي تحت منه راه حق ديالنا راه ما تيوصلش لعندنا الحق ديالنا راه تياخذوا راه تيتباعوا تيشرا راه الناس في هاد الجوطيه هادي حنا راه قدام الجوطيه شراو من هنايا شراو الحق ديال الناس ومشاو كيبنيو فيه واحد السيد كيبيع القرقاع جا شرا هنايا شرا بقعه هكاك جاو مساكن ما والو صوروه ريبوا ليه عطاوه استفاده ما ساكنش وحنا اللي كاينين هنا المهم الحق ديالنا راه ما وصلناش واحد الولد طلع ليهم الفوق دار مشناقه قال لهم باني غتعطيني الحق ديالي ولا غنقتل راسي بقاو معاه كيسيسوا معاه تهبطوا الله اعلم شنو هو داروا معاه لا واحد اخر هنايا راه ضاربوا داك الشيء المهم تما على حقهم تما كاع هاد الناس اللي ضاربوا داروا هاد المشاكل راه غير على حقهم ولكن راه جابوا المخزن بزاف المهم الناس كيقول لك غتحيد ما غتحيدش مينوط يلا طلع دي عليا حيدوا من هنا هذا هو اللي كاين صافي المهم حقنا ما وصلناش الناس اللي يلاه جاوا استافدوا ومشاو الناس اللي كابرين هنا وعايشين هنا ومن صغرهم هنا وطفولتهم هنايا ما استافدوش ما خداوش الحق ديالهم وكنوكلوا امرنا لله ولسيدنا الله وسيدنا الله وسيدنا وكنقول من هذا المنبر سيدنا راه حقنا ما خديناهش وحنا كنطلبوا من الله ومنك تكمل لينا هذا الحق ديالنا Thank you.